السبب. يعني لو كان منفصل متشجع منفصل فهمت. يعني لو كان كاين من بين الماء بلاش بلاش من هو كاين شيء تدخل على هذه النقطة مباشرة يجعل لك تديروا بحال اصلاح المعدات الكهربائيه وكذا، ولكن حب هذا نخليه بعد الحق ديال الاموات بعدا خليه، وشوف ديال شي فصل اخر، شي فصل اخر يمكن يكون ما استعملوش ولا كذا، وتحول اصلاح المعدات الكهربائيه. وحبي ان المقابر اللي عندنا في الجماعه كثير يعني كتعرفها، نخليو لهاد 10000 درهم ولا نجيبو حتى قبل بعدا نجيبو بعدا شويه ديال الطرا وشي حاجه كذا تكريما لهم الاموات ديالنا والاجداد ديالنا، ونمشيو شي فصل بعدا كاين فصول اخرى. ما كاينش فصل اخر، ما كاينش الفصل دابا الاموات ماشي عاد نجيو اللي ما ندير معدن ما نديرو، الا دار شي حاجه راه دارها الرسول عندنا ما نديرو نحنا نوضعو الرحمه ونقراو عليهم الفاتحه. دابا نقول لك علاش دابا انا عندنا ماشي الاحياء اولى من الاموات، هذا هو الشعار اللي عندنا. نقول لك علاش منين مشات سميتو الدول ولا الحاضر ماشي انا ما بقيتش ندير صادقين كيعيط ليا 10 الفطرات في النهار ايوا الحمد لله صادقين جيب لي الفلوس انا دابا غادي نصوم يلا جيب المواطنين ما كيفهموش كيشوفوا هذاك الممثل ديالهم والله الرئيس، ولكن الا اجتهدنا بزاف اش غادي ندير؟ ندير الشكايه للسيد القائد ولا ندير الشكايه للسيد العام؟ اش غادي ندير؟ ما عندهم ما يدير ما عندهم ما يدير. علاش باش ماتيريال باش تصاوب ذاك البلاصه؟ عرفنا ماشي ما عرفناش، ولكن على الاقل بعدا كان غيدار بحال اللي دار دابا غير ديباناج باش الناس يسكتوا. ديباناج تشعل عليهم الضوء كما كتشعل على الضوء كامل، هادشي اللي كان خص ماشي عرفنا بان انتم ما عرفتوش تجيبوا باش تجيبوا تصاوبوا ذاك البلاصه كامله، عرفنا بان راه مازال فيها العطب خصها اصلاح. نتمنى ان شاء الله تصلح لنا الفوق ما يبقاش ذاك العطب ان شاء الله. علاش؟ نقول لك علاش دابا عندنا واحد المشكل الفني ديالي خصنا نخرجوا شويه على الموضوع. دابا اش عندنا باش الى بغينا ندخل الجامعة شنو كاين؟ كاين كهربائيين من خارج الجامعة كيجيو كيخدمو في الجامعة، وحنا عندنا كهربائيين في الجامعة كيجيو والماء وهداكشي كله من اختصاص رئيس، ما فيها باس الانسان يعيش في الحديث يقول الله يرحم عليك راه باغي نجيب واحد التريسير يخدم لي الضوء إلا ما كاينش التريسير ديالو، إلا قال له راه يسير الله يسكر. أما راه إلا الرئيس ضبط شي واحد طالع في الجدرة ديال الضوء راه يقدر يمارس عليها الاختصاص وممكن يتابعو. إذا هاد الصيانة اللي كنهضرو عليها وهادشي من الأحسن يدوزو الناس على الجماعة، وحتى إلا جات الجماعة وخدمات أنا قراه الناس كلهم كيعرفو بأن الجمعة اللي خدمات، وإلا كل واحد باغي يدير شي عيديه راه هادشي كله غادي يولي فيه السابوتاج وما غاديش تمشيو. كاين بارونتيس على القايد باش نقول له دير لي الباسبور ماشي غير الاختصاص ديالك، خص الباسبور يجي من العمل خصني باش ندير الباسبور نمشي لعندهم العالم الباسبور، لا نمشيش انا للقايد ولا نمشي للقايد نقول له دير لي فيزا ديال الوطن، ما يقدرش يديرها ما يقدرش القايد. باش نكون واضحين نخدموا اجي وعندي انا الابواب مفتوحه حبذا. لو كان مشى شي واحد للقايد يقول راني مشيت للرئيس الجامعه قال لي لا راني مشيت درت الطلب الرئيس الجامعه قال لي ما تستقبلكش عادي لي التليفون. اما نحرقوا لي سيطه اراد انا حرقنا نزيد سيطه ما غاديش نوصل ولا فهمتي. دابا سمحوا لي خرجت عن الموضوع ندوزو على سميتو السويت سميتو الاصلاح اصلاح سيادة ذكرني ان الذكر الاعتماد بين فصل الصيانه واصلاح اعتياد المقابر الى صيانه المنشات الاناره العموميه. يلا سيدي السيد الرئيس خشنا دابا عجبوني. علاش؟ نقول لك علاش كنت كنهضر في الاول على كاين المعارضه ياك، ولكن منين كنوصلوا
فهاد السمكه فهاد العلمه ما كايناش المعارضه. واخا داك الشيء اللي كيصدر الشيء اللي كيصدر هذا غير الصالح العام. ولكن دابا باش نديرو هذا شوف شوف اش داروا لي شوف وني بريسي فهمتي ولا لا بحال اللي دارونا علاش نقول لك علاش قال مشكل ما خصناش نديرو ميزان مشروع الميزانيه بلا ما يدوز للجنه دابا انايا غادي نخلي الدوره مفتوحه نخليها مثلا لوفل اش غادي نديرو غادي نديرو دراسه مشروع ميزانيه تاع 16 او لي كاطوا ولكن اللي جا مازال ما نقدروش ليه حتى من الناحيه يعني باش نقدر خصنا نديرو احداث هاد الاحداث اللي جا نديروهم في دوره استثنائيه ودوره استثنائيه فوقاش غادي نديروها غادي نديروها في نوفمبر مثلا بلاتي باش نفهم لكم واحد الفلوكس كاين في القانون ولا الاحداث اللي جات بجوجهم كيقولوا القانون في اول دوره واه شنو هي اول دوره درتو؟ صافي يعني نمشيو بجوج لا سمحتوا انا غير كرائي ديالي كهذا وصافي ما تعتبرهاش بشي جانب اخر ان بجوج غيمشيو للمصادقه الى تصدق النظام الداخلي راح تصدقوا مع حتى اللجان ما تصدقش على النظام الداخلي راح حتى اللجان ما تصدقش عليهم علاش غنبقاو يعني هذا بحال خصهم حضر ديالو خاص تصاوبوه اليوم وتديه ديال الجسر الاول دابا هذا الا بغيت تديه دابا هذا غادي دابا تصاوبوا ليه المحضر ديال الجسر الاولى ياك ويمشي يتصدق به ولكن ما نقدروش نسدو الدوره بالله اللي عندنا فيها شويه ما نقدروش كنقول لك ما نقدروش وما نقدروش ندير ساعه خاص نسوج يعتبر استدعاء يوم 20 يوم 20 20 شهر ما كاينش دابا لحقاش كيكون القانون باش نجيو ما نلقاوش ولا نكون طالعنا عليه دابا القانون اش كيكون؟ دابا ما عندناش الميزانيه اصلا ما عندناش الميزانيه ما عندناش كيقول لك اش كنقول لك القانون كيقول لك القانون خصك تخدم بالميزانيه ديال 2015 يعني انا خصني نخدم 2015 وحتى تضربوا بلا ان شاء الله يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد عن التعقيب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق. المادة 14 يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة وينشر في الموقع الإلكتروني للجماعة إن وجد، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص السؤال الجواب بمقر الجماعة لمدة 8 أيام بعد انتهاء دورة المجلس. المادة 15 إذا تغير الرفض الذي تقدم بالسؤال الكتابي في صفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من الرفض المتغير. وإذا أن يعقب السؤال والجواب عنه التعقيب
السابعة ترجع. يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء مكتبه ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع وأن يقدم جواب موحد عنها. المادة 18 يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجية عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه ويبدو الأعضاء الجلسات. المادة 19 تطبيق للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يعتبر حضور أعضاء المجلس جماعة دورات المجلس إجباري. يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة اجتماع وليس لمقر الجماعة على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة. ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة اجتماع بعد بداية التوقيع على ورقة الحضور المشاركة في المداولات. المادة 20 يخصص بقاعة اجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه ويجلس عامل الأعمال أو الإقليم أو من يمثله بجانب الرئيس. يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على الأقل على أن لا تقل 15 دقيقة ولا تزيد عن 20 دقيقة. النظام القانوني. المادة 20 يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النظام القانوني المقرر في المادة 42 من قانون التنظيم المتعلق بالجماعات. إذا كان عدم توفر النظام القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية. يمكن لرئيس المجلس بالتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك. يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي. المادة 10 توجه الاستثناءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد الاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع. جدول الأعمال. المادة 11 يعد رئيس المجلس جدول الأعمال. يعلق جدول الأعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة. ويمكن رئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة. الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس مجلس الجماعة. المادة 12 يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها. يساعد كاتب المجلس أو نائب الرئيس أو نائبه خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة وكذلك في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة. يكون من الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك. تنظيم مناقشة المجلس. المادة 25 يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إجباري إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقاط جدول الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات. يجوز فتح لائحة إضافية عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة. استماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلب ذلك. المادة 26 يعلم الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها ويمكن الحاضرين على ذلك. المادة 27 يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين وفي هذه الحالة يتعين عليهم
أن لا يتجاوز المدة المسموح بها فعلاً. إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك. إذا عاد المتدخل الخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره مرة ثانية، وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.